طيب معنا دلوقتي على الهاتف الدكتور أحمد فاروق، المدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، علشان نتعرف منه على رحلته العلمية والعملية كمان اللي وصلته للاختيار العالمي ده. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. يعني ألف ألف مبروك في البداية. الله يبارك في حضرتك. اختيارك دكتور ضمن 17 عالم على مستوى العالم للمشاركة في أسبوع علماء نوبل، الأعمال المفروض تقوموا بيها خلال الأسبوع ده إيه؟ والله هو تم ترشيحي طبعا من قبل كده هوت تمام للحضور اللي هو الاجتماع اللي كان رقمه 70 تبع عالم نوبل، بس طبعا ساعتها كان في كورونا فهم وقفوا من الاجتماعات لحد ما جالي طبعا ايميل تاني ان الاجتماعات هتبتدي فعليا خلاص، والاجتماع ان شاء الله اللي هحضره هيكون السنه الجايه سنه 2024 من يوم 30/5 لحد يوم 5 من يوم 30/5 ليوم حوالي 5/6. دكتور أحمد، يمكن مش ده أول ترشيح حضرتك يعني تترشح له، لأن في جوائز حضرتك حصدتها خلال الفترة اللي فاتت، يمكن أهمها محليا كان جائزة الدولة التشجيعية. عاوز أعرف من حضرتك يعني السبب اللي رشحك للحصول على جائزة الدولة التشجيعية، وهل هو نفس السبب للترشيح لأسبوع نوبل؟ هو طبعا معايير الاختيار في الأسبوع بتاع نوبل بيختلف عن معايير الاختيار لجائزة الدولة التشجيعية. يعني صحيح. معايير الاختيار بتاع جائزة نوبل هم بيبدأوا يعني يقيموا الابليكيشن عن طريق الإسهامات البحثية، والأكثر إزاي إن أنت هتقدر إن أنت تفيد الأسبوع اللي أنت هتحضره مع علماء نوبل، وإزاي إن أنت هتقدر إن أنت تستفاد منهم، لأن هو الحاجة الأساسية او الهدف الاساسي اساسا من الاسبوع الخاص بنوبل ان انت تبدا تتعلم او تبدا انت تتعرف ازاي ان الناس اللي خدت جائزه نوبل دي ازاي مشت الطريق بتاعها، كانت ايه المعوقات اللي قابلتهم في حياتهم، ازاي قدروا يتغلبوا عليها. ده بالنسبه للاسبوع بتاع نوبل، فهو بيقوم الاول على الاسهامات البحثيه وازاي بيشوف فيك ان انت تقدر ان انت تساهم في الاسبوع ده وازاي ان انت تستفيد. طب دكتور احمد، سريعا جدا في اقل من يعني 10 ثواني كده علشان الموجز للاسف هو وقتنا، عاوز اعرف من حضرتك هل ترشيحك لاسبوع نوبل ده هو بمثابه ترشيح لجائزه نوبل، ولا مجرد المشاركه مع علماء نوبل ومجموعه من العلماء في مستوى علمي معين؟ لا، هو طبعا المشاركه. تمام. المشاركه عن طريق جلسات نقاشيه، عن طريق محاضرات، وبتتعلم ازاي طريقه التفكير بتاعتهم، وازاي ان هم بنوا الجسر بتاعهم من ساعه لما هم بداوا يشتغلوا في البحث العلمي لحد ما وصلوا ان هم خدوا جائزه بعلماء. دايما في تقدم الدكتور احمد فاروق، المدرس بكليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعه جنوب الوادي فرع الغردقه، مبروك ترشيحك لهذا الاسبوع، وان شاء الله مستنيين منك انتاج بحثي اكتر في الفتره القادمه. كل الشكر ليك.